لا، صندوق المقاصة هذا من الأوراش الكبرى اللي يجب أن يكون حول حوار وطني حقيقي، لأن هذا الورش بدا منذ سنوات. الانقلاب وقع في حادث سوفيتي، انهيار ديال الاتحاد، انهيار ديال الشيوعية، ما بين أحزاب ذات مرجعيات مختلفة شيء طبيعي في ديمقراطية. تحمي هذه السنة يأتي في ظروف استثنائية. أولا، أول فاتح ماي أحضره كأمين عام لحزب